السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروم في نكدي زاد، قناة اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل انواعه. ولسنا تابعين لاي طرف. خاوتي اخواتي، ما تنساوش بارطاجوا الفيديو تاعنا وديرونا ان بوتو لايك باش التفاعل تاعكم ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم باذن الله. خاوتي، اليوم جبنا لكم تصريح جد خطير من عند الإطار الجزائري. مدرب خلوق كان يشتغل في الاتحادية القطرية، جابوه هذا الأسبوع في قناة البلاد مع كمال مهدي، ولكن للأسف من قال واحد التصريح ما تقولهش جهة مصعيب، تعرف مضايدو مقاطع. هو تصريح خطير، ولكن ضد زاتشي. مين كان ضد زاتشي؟ طفاو كاع الضو جماعه البلاد، باسكو ما ننسوش البلاد راهي تابعه زاتشي 100%، باسكو كاين واحد الامور جا الوقت اللي غادي نحكيها ان شاء الله. هاد الناس جماعه البلاد باسكو فايدورو راهي تندار في بعض الاماكن خارج القناه، وجا الوقت اللي غادي كلشي غادي يتفضح. فوالا خاوتي، الامور اللي شدت انتباهي في هذا السوجي، بين بلي رئيس الاتحاديه الحالي لا شرعي، بلي انسان حاقود وانسان مريض بفيروس الواوا المزمن. مسيو ايريدير دار واحد الديكلاراسيون، سمحوا لي خاوتي، عند الدلالات وفضح الكلام اللي كنا نقولوه على هذا السطي. واش فتح هذا اطار ناس ملاح يشتغل في قطر؟ غادي نشوفوا خاوتي الفيديو وتشوفوا هذا التصريح جد خطير اللي فضح الزطيوش، وكما يقولوا فتحه الي روتور. شوفوا خاوتي من بعد نهضروا ان شاء الله. كانت لي مناسبه مع الوزير ولد علي، استقبلني طبعا بعد تدخل الوزير معه صديق، صحيح. فعندما استقبلني انا كان في وقتها نقولها ومازال في استقبلني استقبال يعني الحمد لله، يعني اللي يليق بمقام الانسان الحمد لله. اعطيته السي في تاعي، قال لي خلي لي جومون شارج باش نقولها للامانه. اليوم عندما راح للملف تاعي للاتحاديه قالوا هذا كان يخدم على الاتحاديه السابقه. وانا عندما كنت داخل تدري لماذا؟ انا عندما كنت في قطر كنت نسهل الطربوسات، يعني يعملوا طربوسات، كنا نعملوا دوره الصداقه الدوليه. لازم نطلبوا، الحمد لله مازال ميغين مزيان يشهد. جبنا وحتى بن شيخه استقبلنا الفريق، جبنا الفريق اللي كان مع حاج عيسى ويعني لاعبين، والحمد لله كانوا مع المجموعه تاعنا. اسكو تاكد من المعلومه هذه؟ انا متاكد اني اسمع. علاش نقول لك هكذا؟ اسمح لي نكمل البارونتيز. معليش، علاش نقول لك هكذا؟ انا باسكو كي تقول لي هكذا انت مدرب كفء والله يبارك. انا الفيدراليه هذه باش نساندها دارت حاجه مليحه، اي لاريا بيليتي لو دروس عدل، خدم مع رورا ويجيبوه دي تي ال. معليش، دونك كيفاش ممكن؟ لماذا؟ ولا صح ولا نقول لك لماذا؟ انا يوم ما كانت المشكله الاعلاميه اللي موجوده عندنا، المشكله الاعلاميه اللي كانت بيننا وبين المصريين. انا اللي جبت المنتخب الشباب اللي بإعاز طبعا من الاتحاد القطري باش يعملوا الصلح في وقتها، وجبت المنتخب الجزائري والمنتخب كان المنتخب القطري والمنتخب المصري، وحتى كان مفروض يوصل بعد يوصل المنتخب الهولندي وما جاش. فكانني انا محسوب على للاسف. سنعود الى هذه مشكلتنا للاسف، لابد ان نرتقي وندع السفهاء من يصطادون في المياه العاكره والمستنقعات جانبا، اللي عندهم مصالح اليوم، مصالح كثيره ومصالح ضيقه. لابد ان نرتقي ونستفيد من كفاءتنا خصوصا خارج الديار او ديار البلاد او في ديار الغربه، لابد ان نستفيد كل طبعا في مجاله. شفتوا خاوتي، تصريح خطير وخطير جدا من عند الاطار، الاخ عبد العالي ايريدير اللي نحيوه بهذا المنبر. قال باللي ما غيري قال واحد الصوالح، ولكن دوك نروحوا لهم. قبل نروح نشوفوا هذاك كمال مهدي راه غيخلط سفهاء مياه العكيره. انتوما صحافه مياه العكيره، انتوما يا كمال مهدي، يا كمال مهدي شرع قرع فيك، يا شرع قرع فيك. وعيطوني قالوا لي بيكيتني بزاف، دوك ندير لك حلقه شابه باذن الله. فوالا خاوتي، مسيو ايريدير هضر على
المسيح الدجال ولد علي قال لك استقبلني بصاحبك. علاش قال استقبلني؟ مسؤول يدير باش كون فاهم. قلت وزير كان صديقه هو دار له لافير مع ولد علي باش يتلاقى به. ولد علي ما يلاقيش للناس عصابه، ولكن انترفونسيون وزير داه صاصبو يعرفو داه قال هذا ايطالي كيخدم في الفيدراليه الجزائريه. قال لك استقبلني غايه باسكو استقبله باسكو وصى عليه وزير. دا السي في تاعه لا فيدراسيون باش يديروه في لا دي تي ان. واش قال؟ قال لهم هذا ما يخدمش معنا، هذا تاع روراو كان يخدم معاه، كان يريقل له يقول له لي ستاج في قطر، سين كان خدام في الدي تي ان، كان يعاون في الجزائر. هذا هو علاش تطي واش ما نجحتش، باسكو كاع اللي يخدموا مع وراو تقول لهم بلي نتوما تعرفوا عليها اطار كيما هذا لاباس به في قطر، كانوا عاطينها قيمه كبيره في لا فيدياسيون تاع قطر. انت قلت له لا ما نسحقكش باسكو انت تعرف روراو. شفتي مرضي واعره مزمنه، فضحكم السيد ومعزوزي المهرج الكاديوس ما عجبوش الحال، هما نخلعوا من قال السيدي كلاسو. قال له نقول لك حاجه تحقق مشي نيشان. قال راني نقول لك بلي قالوا لي بلي انت تعرف راهو وين راح له. قال نعطيك دليل، قال انا شي با ديفوندير ديفوندير، انا مانيش ندافع على الاتحاديه. لا بريف جابو سعدان كان مع راهو. علاش جابو سعدان؟ باسكو سعدان كان يقطع في راهو، سي بور سا جابها سطيوش. والله كان سعدان كانت عنده علاقه جد وجيده مع راهو، اقسم بالله ما يجيبه. مين دار له ديك سعدان بروحه لا غالب زعما سعدان سيت المدرب مرتزق تاع دراهم، قال مبيكي راهو باش زدت يجيبني عنده، ومن بعد زدت شي دار عليه. هذا هو بروبليم تاع سعدان، سيت المدرب مرتزق، ومين غلقوا له في زوج الخطا طاع عليهم في زوج. ومعزوزي ما عجبش الحال كيف يهضر فيه. هذا التنوفيق يا معزوزي، انت اكبر منافق اكبر خلاط، وتلعبها اونيت وانا باك الدوك متلعبها بلي انا وانا، وانت نورمال تكوفري تقول لا جابوا سعدان. سعدان جبتوه على وليتو تبغوا سعدان، وليتو تبغوا سعدان على خاطر سعدان كان يقطع في راهو. هذا ما قال ما جابها. لا يا حسرة يا شكون قالها السيد؟ قال لك انا خدمت بلدي، قال لك انا درت المصالحه مع المنتخب الشباب تاع مصر، قال لك درت لهم لي ستاج، درت لهم هذيك، انا في خدمه الكره الجزائريه. مسكين مسكين السيد ما قال والو، ولكن انتم ما خليتوش الناس تخدم خدمتها. انتم ناس البرنامج تاعكم هو الحقد على الاتحاد، ما منتظروك تهضر معايا يقول لك راه راهو دالي جاي من الايروبور المغربي يحصل في راهو راهو. شنو الشامل عيط له بالتليفون قال له راهو راهو وصنع القجاع ومنا ومنا، وهو اللي طيحنا وما عاوناش ودا سبع. ما فهمنا والو، اون ريان كومبري، ما فهمنا حتى حاجه فيكم انتوما، انتوما عباد ولا شاء. مازال تهضروا يا يا ربي يا ربي يا ربي. قال لك انا درت دورة الصداقة، دار دورة الصداقة هو اللي دارها اليبوك، كان يديرها هو البروغرام تاع دورة، وكانت واعرة وكانت حاجة مشهورة وقيمتها في خاطر. وانتو انتوما طردتوه قلتو له صاحب راهو راهو، لا حول ولا قوة الا بالله. زدت تحضروا تقولوا حنايا باغيين نزيدوا موندا، نزيدوا لا نزيدوا نزيدوا الزبل حاشاكم حاشا قدر المستمعين، لا حول ولا قوة. تحضروا عاجبين عماركم، روحوا لمزبل التاريخ ان شاء الله، ستكونوا في مزبل التاريخ باذن الله، لان الشعب عرف قيمتكم. ما عندكم ما تكذبوا. جا المهرج كادياس حياته شيته يقول لك انا نخدم اونات، قال لا جابوا شعقان، شعقان جابوا باسكو كان يقطع في راهو. انا ما تخطيش من هذا الخالوضه، وخلعوا ذاك وخلعوا كمال مهدي والمهرج. لا السيد راكم وتصرتوا، ما امنتوش عقلكم. فوالا خاوتي، جبنا لكم التصريح تاع عبد العالي إريدي، نتمنى ان شاء الله يكون في لا دي تي ان تاع لا بروشان فيديراسيون، يكون انستريكتور ولا سي با ولا يقري ولا مكون، لان هذا انسان يبان ناس ملاح. واستبصرت عليه قالوا لي الولد تاعو مازال خدام في قطر، وهو تخلى جيري باسكو في قطر كاين سيرتا لاج اوبليجي تكيتي البلاد، كاين واحد لاج اوبليجي تكيتي قطر ما تقدرش تخدم فيها. هو فات لاج تاعه باغي يخدم في بلاده يمد الخبره تاعه، ولكن للاسف الجزائر بلد الإقصاء وبلد بالمعرفة. إن شاء الله نتمنوا رئيس الاتحاد الجديد يقوم بهاد الناس هاد الإطارات اللي يمدوا الكرة الجزائرية، إن شاء الله يجيبوهم يعملوا يديروا أن بون ديتيان ويبعدونا هذا عمل شافي وعلى الخرشب هذا. تحية لكم خوتي وانتو تفراجيلو، والسلام عليكم.